واحد بيقول هل للزواج سن معين؟ احنا نحب ان الزواج يكون في سن النضوج، يعني نضوج عقلي وفكري، ونضوج واحد ممكن يبقى ليه اولاد وعيلة، وازاي يدبر البيت، وازاي يربي الاولاد يعني، وازاي يتعامل مع الزوجة، وازاي يعرف نفسية المرأة ويتعامل معاها بما يناسب هذه النفسية. ده السن اللي احنا عايزينه، لكن مش معناه كبير ولا صغير. ما في واحد كبير وعقله صغير، واحد صغير وعقله كبير.